بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ تفسير الآية: يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك، ويكفر من يعتقد ذلك، فيجب ترك الحمل على الظاهر، بل يحمل على محمل مستقيم في العقول، فتحمل لفظة الاستواء على القهر، ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب، كقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله.